طوار البطيخة. هيفتح. اهلا بكل متابعينا ببي ميديا في كل مكان، معاكم نورهان جمال من محافظه الاسماعيليه، وزي ما حضراتكم شايفين يلا هنشوف البطيخ الاسماعيلي. الله اكبر، صل على حضره سيدنا النبي، اللهم صل عليك يا نبي. صلى على النبي. حمار حلويات، حمار شاد الرقم واحد، بفضل الله. ريحته باينة، الله أكبر. صلى على حضرة سيدنا النبي، صلى عليه الصلاة والسلام. طبق الجيزة إسماعيلية ومزروع هنا في إسماعيلية. صلاة النبي، صلاة النبي. يعني زي ما حضراتكم شايفين بطيخ إسماعيلاوي من محافظة الإسماعيلية بدأ يغزو الأسواق من بداية شهر 6. معانا ومعاكم الحاج علي العكرمي، سكرتير شعبة الخضر والفاكهة بالغرفة التجارية، هيعرفنا الأنواع وإزاي ازاي نميز ما بين البطيخ الاسماعيلاوي والبطيخ التاني او البطيخ البايظ، ونقدر نتعلم منه حاجات كتير جدا 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 في اطار الخضروات والفاكهه. اهلا بيك يا حاج علي. اهلا بيك يا فندم. يعني كلمنا عن انواع البطيخ اللي موجوده، يعني في اول اللايف احنا شفنا البطيخ الاسماعيلاوي، ورينا. تعالى 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 افتح ورينا. صلى على النبي، زي ما حضرتك يعني حضرتك يعني حضرتك كلمنا. بص الكاميرا، بص بص كده، يلا يلا يلا. اللهم صل على النبي. الترميل عامله ازاي؟ الله، صل على جمال سيدنا النبي. لو ليك في الحلو تعالى، صل على حضره سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. مرمل بقى لي سعره بفضل الله. السلام عليكم يا حاج علي. يعني ما شاء الله انا شايفه ان البطيخ الاسماعيلاوي بيغزو الاسواق. كلمنا بقى عن البطيخ الاسماعيلاوي وفايده تربه الاسماعيليه بالنسبه للبطيخ. طبعا خلينا نقول في البدايه ان التربه الاسماعيليه زي ما حضرتك اتفضلتي وقلتي من اجود التربه في على مستوى الجمهوريه. اولا التربه عندنا هنا تربه رمليه مالحه، ودي بتدي حلاوه للبطيخ، وبتدي حلاوه لاي صنف ثاني بتزرع في الاسماعيليه. الاسماعيليه ما بتشتهرش بالبطيخ، وتشتهر بالبطيخ وبتشتهر بالمانجا وبتشتهر بالفراوله والموالح طبعا بسبب التربه الرمليه الجميله بتاعت الاسماعيليه، وكمان الجو الاستوائي. يعني احنا النهارده لما نيجي نبدا نقول البطيخ ونتكلم عليه، البطيخ حضرتك هتشوفيه ده نوع سكاتا الاسماعيلاوي. سكاتا، ده زراعه منطقه ابو خليفه والانقره في الاسماعيليه. الله. وفي الاسماعيليه بتنتج موسم البطيخ 40% من انتاج جمهوريه مصر العربيه بالكامل. يعني 40% من البطيخ اللي موجود في جمهوريه مصر العربيه بالكامل ده بيكون بطيخ اسماعيلاوي. بسم الله ما شاء الله. البطيخ اهو زي ما حضرتك شايفه على الطبيعه، احجام واشكال. الاسعار عندنا بتبدا من 40 جنيه للبطيخه المتوسطه. البطيخه المتوسطه، البطيخه المتوسطه بتبقى كام كيلو دي يا حاج علي؟ يعني البطيخه بتقف حوالي اللي هي ام 40 دي بتبدا من 8 كيلو. وبعدين عندنا بطيخ بيوصل فيه الاسعار بتاعته حضرتك برضو هنا لو تدولنا، في عندنا الاحجام الكبيره اللي هي بتزيد عن ال 15 كيلو. دي بتوصل 90 جنيه. يعني البطيخه لو اخذناها متوسط من ال 5 وال 6 ده لو متوسط ميزان. الوزن بالنسبه للبطيخه 15 كيلو فيما فوق بتوصل اعلى حاجه عندنا 90 جنيه. انا شايفه ان في اقبال كبير جدا على المعرض هنا اللي موجود. الحمد لله بفضل الله. زي ما حضرتك شايفه الاقبال الجماهيري ده بيعني الجوده والثقه في المنتج اللي احنا بنقدمه لكل جماهير الاسماعيليه وشعب الاسماعيليه. خلينا نتكلم عن البطيخ الاسكاتا اللي حضرتك قلت عليه. ايه الانواع الثانيه اللي موجوده من البطيخ سواء في الاسماعيليه او غير الاسماعيليه؟ هو الاشهر طبعا في البطيخ كله البطيخ الاسكاتا، الجيزه وبطيخ الواحات طبعا بينزل برضه في فتره من الفترات. انما احنا هنا بنقول ان بطيخ الاسماعيليه بيبدا من بدايه شهر 6 وينتهي معانا لحد 10/7. بعد كده مش بطيخ اسماعيلاوي. خلاص البطيخ بتاعنا كده ادى الموسم بتاعه، وبياخد حوالي ما بين ال 40 وال 45 يوم. وطبعا زي ما حضرتك شايفه برضو الجوده بتاعت البطيخ بتبقى جوده عاليه. جوده عاليه بالنسبه للبطيخ وكده. الله اكبر. طعمها ايه؟ اخبارها ايه؟ زي العسل طبعا. زي العسل.
حاج علي مش يعني مش محتاج وصيه، انا محتاج وصيه احسن حاجه. بسم الله ما شاء الله يعني مسكره يعني، نقول لبطيخ الاسماعيلاوي يعني يغطي على باقي بطيخ. بس جميله هو بطيخ اسماعيلاوي فعلا وكده، وهو اللي موجود عندنا بنشتغل فيه مدة 40 لـ45 يوم. إنتاج مزارع الإسماعيلية، مزارعنا الأرض الطيبة بتاعت الإسماعيلية، الأرض الرملية اللي بتدي جودة عالية لكل منتج بيتزرع فيها. حلوة جدا، يعني نقدر نقول إن إحنا بنخلص موسم البطيخ على 10/7. بيبدأ بعد كده، يعني إحنا خلصنا الفراولة بدأنا البطيخ. بالظبط. بنخلص البطيخ نبدأ حصاد المانجا. طب بمناسبة المانجا بقى، يعني نقدر نقول السنة دي هيبقى فيه وفرة في المانجا؟ طلع النبات صاحب الحظ بدا 80 بـ70. يعمل طبعا عروض خاصه. طبعا انا عايز اوضح تماما، طبعا في بشاير المانجا الاسماعيلاوي، عندنا المانجا السكري هي البشاير بتاعتنا اللي ابتدينا نشتغل عليها. بشاير المانجا هي الاسماعيلاوي، طبعا اول مانجا نزلت الاسماعيليه نازله النهارده، جوده وسعر. طبعا دي البشاير مانجا الاسماعيليه. الله. بشاير الموسم بتاعنا السنه دي لسه بادين الموسم النهارده. السكري. السكري يعني نبدا نقول السقط، دي سقط، دي السقط اللي هو نازل طبعا. وعندنا برضو في اصناف ثانيه بتيجي عندنا، بس احنا طبعا هو ايه ده؟ ده القرع العسلي برضو من انتاج الاسماعيليه. وعندنا حاجه برضو منتج جميل جدا موجود معانا هنا اللي هو الشنان الاسماعيلاوي. واو، اسماعيليه دايما يعني موجودة بخيرها، مشهورة ده بقى الشمام الاسماعيلاوي الاصلي اللي هو الشمام المانجا. ده الشمام المانجا الاسماعيلاوي. اللي الفص بتاعه مش اخضر، منجاوي. منجاوي. الله اكبر، الله اكبر. نقدر طيب ننصح كل مواطن جاي يشتري البطيخ نقول له اختارها ازاي؟ وطبعا دي بتطلع، هو المواطن مش هيقدر يميز البطيخه الحلوه عن البطيخه اللي هي مش حلوه. احنا بنسيب الموضوع ده لضمير البياع اللي هو بيقدر يديله وبينتقي له. احنا عندنا هنا احنا اللي بننقي البطيخه بالنسبه للعميل. ايه ما بنخسرش؟ مين دوقها لي؟ احنا بنختار البطيخه، بنختار البطيخه وكده، فبتبقى يعني حاجه قدامنا باينه، والبياع عندنا بيبدا يفرز الحاجه كويسه وبيطلعها. فالحمد لله بفضل الله يعني اتشاف الاقبال الجماهيري. هنا المعرض بيخدم يعني حجم كبير جدا من المواطنين، يعني نقدر نقول انه مش بس في البطيخ، لا في حاجات كتيره ثانيه زي الفواكه الثانيه الاخرى، سواء البطيخ. كل اصناف الفواكه يعني، ده حضرتك العنب برضو عاملين عليه عروض اسعار. العنب اعلى جوده هي موجوده، ده العنب الاحمر وده العنب الابيض اهو حضرتك شايفاه ما شاء الله، يعني يعتبر سعر كويس. الله. العنب اهي شوف حضرتك يعني ما شاء الله حاجه محترمه قوي. فبفضل الله يعني كل الناس بتيجي، اقبال جماهيري في الخضار والفاكهه. في الخضار والفاكهه. حاج علي يعني ما شاء الله، انا شايفه ان هيبقى في بشاير مانجا كمان كتير، زي ما البطيخ ما شاء الله متوفر كتير السنه دي. يعني نقدر نقول للمواطن انت هتاكل بطيخ حلو ومانجا احلى. ومانجا احلى السنه دي طبعا. هنعوض السنه اللي فاتت، هنعوض السنه اللي فاتت في مانجا كتير على الشجر، والموسم بيبشر بموسم حلو بالنسبه للفلاح وبالنسبه للمستهلك في نفس الوقت. شكرا حاج علي، وشكرا كل متابعينا على ابو كبير ميديا. احنا ما شاء الله احنا جينا لكم بالبطيخ الاسماعيلاوي واول نزوله الاسواق، يعني بدايه ده اول اسبوع ليه يعتبر ان هو بيغزو الاسواق كلها. بنشكركم وبنشكر كل متابعينا الكرام. كان معاكم نورهان جمال من محافظه الاسماعيليه، وبنشكرك يا حاج علي على وقتك اللي يعني سمحت لنا بيه. طبعا شكرا ليك وشكرا لكل متابعينا الكرام. كان معاكم نورهان جمال من الاسماعيليه.